السلام عليكم. اليوم نعود بالفيديو الجديد حول مستشفى مكافحة السرطان بالأغواط، واللي يعني تمت الأشغال به هذه مدة حوالي عامين وافتح بعض الأجزاء منه. الآن دخل المرحلة لهذا المستشفى الرائد في مكافحة السرطان، إذن دخل في مرحلة جديدة بعد ما تم التجهيز دياله بالكامل. يعني عملية التجهيز انتهت ودخل في المرحلة القصوى للمعالجة، وبفضل الأجهزة الأخيرة التي تمت وضعها في هذا المستشفى اللي يدخل في الإطار سياسة الدولة في مكافحة السرطان باستحداث عدة مراكز من هذا النوع بسعة ما بين 120 إلى 240 سرير في كل الولايات الوطن. بعض منها ما زالت المشاريع لم تنتهي، والبعض الآخر راه في قيد الإنجاز، في قيد الدراسة، وكذلك البعض الآخر قد تمت الانتهاء من الإنجاز هذه المراكز الاستشفائية في محاربة السرطان، وراه حيز الخدمة. من بينها هذا الذي أنا يعني بصدد هذا الفيديو، اللي هو المركز مكافحة السرطان بالأغواط. إذن خليكم تابعوا هذا الفيديو بمناسبة اتمام عملية التجهيز بهذا المستشفى، وبدون إطالة خليكم تابعوا الفيديو، والسلام عليكم.